وزير التعليم العالي: خصنا نفتخروا بالشيخات والموسيقى ديالنا. دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي الى احترام والافتخار بالشيخات وبكافة انواع الموسيقى المغربية. وخلال لقاء مع الصحافة بمقر الوزارة في الرباط حول التوجيهات الكبرى للإصلاح البيداغوجي، دعا الوزير إلى الافتخار بكافة أصناف الموسيقى المغربية ومن بينها موسيقى الشيخات. وقال الوزير إنه يستمتع ويتمتع بكافة هذه الأصناف بالشيخات، مؤكدا أنه يجب تعليم أبنائنا الافتخار بهذه الثقافة. وشدد الوزير بأن هذه الموسيقى هي مفخر للبلاد من الجانب الثقافي، كما أنها تساعد في انفتاح العقول.